بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 20 لهذا الموسم. وأقيم السباق على كأس سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة وكأس نجله سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة وكأس شركة غاز البحرين بنغاز وكأس صحيفة البلاد وكأس هيئة رعاية شؤون الخيل، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلي الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة الفروسية وسباق الخيل. وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قدم سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة كأس سموه إلى الملك الفائز عبد الله أحمد العيسى، فيما قدم سمو الشيخ عيسى بن فيصل بن راشد آل خليفة كأس سموه إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، فيما قدم الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل كأس الهيئة إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، فيما قام السيد جمال البعينين مدير الموارد البشرية والخدمات الإدارية بشركة غاز البحرين الوطنية بتقديم كأس بنغاز للشوط الرابع إلى سمو الشيخ خالد بن علي بن عيسى آل خليفة وكأس بنغاز للشوط الخامس إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، فيما قدم السيد أحمد البحر الرئيس التنفيذي بصحيفة البلاد كأس البلاد للشوط الثاني إلى الملك الفائز جاسم محمد أسد، كما قدم السيد مؤنس المردي رئيس تحرير صحيفة البلاد كأس البلاد للشوط الثالث إلى الملك الفائز حسين إبراهيم العفو.